يا اخوي هاني حاب نطلع نشارككم وبين نقاط، وما بقت لي ما حبيش نخليها في قلبي هذا مكان. تفضل تفضل، مرحبا بك. ما انا يا اخو نرقد وننقلب في الفريش ونصيبك راقد قدامي وتقول يا وبنعطينيش المايك. والله العظيم تفضل اخويا، تفضل الرئيس، تفضل مرحبا بك. لا يزيد فضلك، بارك الله فيكم. السلام عليكم الإخوة والأخوات. والله كي شايف، أنا شايف 350 مستمع، قلت به نلحقوا واحد الميساج لازم نلاحوا فيه نقاط ومعلومات إضافية. على بالي كاين بزاف اللي يعرفوهم وكاين واحد أخرين، إذا لحقنا نلحقوا إضافة لواحد ولا زوج فيها بركة. ديجا التيتر تاع اليوم هو كان غار جبيلة، وحبيت النقطة هذه نتدخل فيها. وعندي سؤال للحاج محمد وحتى الأخ الإخوة اللي حبوا المستمعين اللي حبي يشاركنا، هو أنه غار جبيلات ولا التسمية تاعه، أنا إذا حبيته تسميه تكساس إفريقيا، من أحد أكبر المناجم الحديد في العالم. والمعلومات اللي كاينة أنه 35 مليار طن تاع هذا الغار، انه استغلال الفوري تاعها راح تكون بكميات تفوت الانتاج المحلي. معناتها احنا محتاجين 10 ملايين طن، وهو يخرج الاستغلال بالملايين الاطنان، ملايين الاطنان. بليز دو 20 مليون، بليز نعم دو 20 مليون طن. بارون، اذا نعطي، هو وحنا اللي بيزو تاعنا سيدي مليون طن. اذا نعطي الارقام، نعطي الارقام للاخوه المستمعين. هو لو جيزمون، يعني الكاباسيتي تاعو اكتويلمون، يعني في لا بروميير ايتاب راهي ا 2.8 مليار طن، 2.8 مليار طن سنويا. هذا الرقم الاولي، هذا ماهوش، لانه الحديد فوق الارض ماشي كما راهم يتخيلوا الناس، كما في ونزا ولا كما في تكساس كما كنت تحكي، يعني جبل يقلعوا منه. في الجزائر في الارض، الحديد فوق الارض، يعني تقدر بالبوكله تشارجي وتجوزه في الطرار وتشارجي بلي كاميو وتدي تذوب وتخدم الحديد. يعني رانا نحكي كما كان يقول الحاج، يعني دي كونتيتي انورم، يعني الفائض رايح يكون اكثر من 60% من الانتاج. هذا غير جبيلات. نهار اللي يكمل المصنع، لانه المصنعين يخلصوا مده الانجاز تاعهم سي 48 شهر، اللي هي 4 سنوات. 4 سنوات باش يكونوا المصنعين واجدين، لانه كاين مصنع للدرفاله يخدم الحديد، يعني ماشي يخدم الروا بيتون ويخدم لي طول ويخدم لي كورنيير ولي بروفيلي ولي سي بي يو، نو، يخدم الحديد، يعني دي لينكو تاع الحديد. هذا في لا بريمير اتولي كاين 7 لي زاتولي، وكاين وين يخدموا حتى لي شاسي تاع الكاميوات، يعني شاسي نتاع لي سومي رومورك، وشركات جزائريه، يعني كاين حتى شركات في البرج اللي راهم بداو يجيبوا من درك، بداو يجيبوا في لي ماشين. دونك الحديد يتكرازا في تروازيام اتولي ويطلع في التران، يعني بلا فوا فيري. سي بور سا كنا نحكيو في واحد سبيس تاع حسين، بالك الخوا كانوا معنا، كنا نحكيو على المشكل اللي بقى بين تندوف وورقله. لازم يكون كاين خط يجوز من تندوف الورقله، لانه باش نديوه للحجار ولا نديوه، اذا كان الحق الورقله صاي يقدر يلحق بارتو، باسكو كيفاش يقولوا اللاكس البيلوت تاع لافوا فيري سي ورقله، ورقله من ورقله تقدر تروح بارتو. دوك بقى الاشكال، دوك الاضرار نقدروا من بشار نقدروا نلحقوا الاضرار، دوك بقات من اضرار للمنيعه، منيعه ورقله ماشي بعيد، مثلي اللي كاين 200 ميم با كاين 180، من بعد كاين واحد 400، دونك 600 كيلومتر ماهيش حاجه كبيره. مي من تندو في الورقله، هذا هو الاشكال، اسكو نقدروا نكملوا هذا لافوا فيري في 4 سنين ولا ما نقدروش، باسكو سا كو طري شير، غالي بزاف باش دير انت يا 1000 كيلومتر لينير تاع السكك الحديديه المزدوجه، لانه لازم تكون مزدوجه باسكو كاين دي فاغون، كاين اللي يروحوا وكاين اللي يجيو. دونك الانفستيسمون هذه ضخمه جدا، باش تكمل المشروع هذا اقل شيء لازم لك 10 سنوات باش تبدا تشوف النتائج تاع هذا المصنع. تفضل. الرئيس هذا صاحبي مصباح وانت تدومونتي وسكت.
لا يزيد فضلك، كنتم كوبيين الميكرو هذا ما كان. بارك الله فيكم. لام كيما يقول الأخ، 2.8 مليون مليار طن تاع استغلال فوري، معناتها تاع، وحنا الاحتياجات تاعنا راهي تقريبا بين 10 مليون طن و20 مليون طن، معناتها رانا في ولا رانا في دي شيفر انو انورم انورم. نعم، 10 ملايين هي سنويا، 10 ملايين طن سنويا، الفو بيان سنويا. باش تزيد. سنويا ماشي ماشي تقول 10 ملايين طن وتخليها لا مع لا الغار. سنويا لا سنويا سنويا، ولا برودكسيون تاعها سي كي لا برودكسيون تاع غافز بلاد في الدي بي الي دو اونتر 20 اي 25 مليون طن جور اني، فهمت؟ يعني عندنا انكس كيما قال الزهير، عندنا ان اكسيدون دو تقريبا 60%، تلقى واحد 12 15 مليون دو طن سنويا الجزائر تصدرها، بصح تصدرها ماشي دون زان ايتا بريت، وانما سي دو فير فيني، سوا سو فورم دو طول اللي راهم توتسالي غير نهار الخميس، وحتى انا من تما وشتها كيما ونهار الاثنين تانيك صوره كيما عيط لك روحت المستغالي مشتها، راهم يبنوا في المصنع تاع هذاك الطوشالي هذاك تاع الترك هذاك تاع اللي يخدم لاطول، وهذاك اللي ديستيني بو لاطول تاع لي فيكيل وتاع لي بلاندي تو سا، وكاين لو فير ابيتون لو فير هذاك رون هذاك ابيتون، وكاين السبائك كيما الاش كيما هذوك اللي يخدموا بهم الوسمه. يعني الجزائر بالك راح تزيح، بالك امريكا ولا روسيا، من خاش كانت بكري روسيا واوكرانيا وامريكا هما اللي متخصصين في حتى تشوفوا امريكا لحد الان راهي تستورد الحديد من عندنا، باش يكون في علمكم، باش يكون في علمكم راهي تدي من عندنا لو فير ابيطون هذاك لو فير فورون هذاك امريكا راهي تدي، وانا نبيعوا لكندا ونبيعوا لبعض الدول الأوروبية. يعني الجزائر بالك تصبح من الخمسة الدول الأوائل في تصدير الحديد. أو جاء أو جاء في سر بندوس أو أما مصباح هو قال لي دونك كمل المداخلة تاعك الرئيس باش نعطي وطلع طلعنا بندوس طلع ولا العوام أخويا ولا عوام طلع.